الحمد لله الرحيم الودود، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الوجود. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من قال لصاحبه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. زد في الصلاة على النبي خير الأنام الطيب. يا كل سيدة هنا، يا كل شيخ أو صبي، إن كنت ترجو رحمة زد في الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من نغم الروح. حلقة النهاردة هي حلقة قرآنية من البداية حتى النهاية. في الفقرة الأولى هيكون معنا فيها قراء، طبعا زي ما وعدنا حضراتكم على أعلى مستوى وأجمل الأصوات القرآنية التي عانقت القرآن الكريم ورتلته ترتيلا. في البداية معنا القارئ الدكتور محمد عبد الوهاب القزاز. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل امسك المايك. أهلا بك يا دكتور. الله يخليك. أقول بقى يا شيخ ولا أقول يا دكتور؟ أي حاجة تقول لي. ماشي. طيب معنا أيضا القارئ عبد الله محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. لو هنبدا كده مع الشيخ محمد عبد الوهاب او الدكتور محمد عبد الوهاب، يعني ناس كتير ما بتكونش عارفه تنظم وقتها بين مجال عملها وانها تدي القران الكريم اهتمام. قول لي بقى البدايه معاك كانت ازاي؟ والله البدايه كانت ان انا حفظت القران الكريم. كنت الاول التحقت بالتربيه والتعليم، وبعد كده والدي حول لي للازهر، ودي كانت بدايه ان انا احفظ القران. وطبعا اي فضل بيرجع لانسان بعد ربنا سبحانه وتعالى، فضل الوالدين ودعائهم، والحمد لله. يعني كان التحويله ديت كانت هي السبب ان انا احفظ القران الكريم. مع نهايه الفتره الابتدائيه كنت خاتم القران الكريم، والتحقت بمسابقات والحمد لله اجتزت فيها وحصلت على جوائز فيها. وطبعا يعني كانت موهبه الصوت معايا من وانا صغير، بس ما كنتش يعني حاططها في الحسبان. امتى بقى حسيت ان جه الوقت المناسب انك تنمي الموهبه بتاعتك؟ والله جه الوقت المناسب من فتره، من حوالي يعني 3 4 سنين كده بالظبط يعني. وطبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل مشايخ كبير كتير قوي، منهم عمي القارئ الكبير الشيخ محمد عبد الرحمن الازاز، وابنه الشيخ محمود المشهور طبعا الشيخ محمود الازاز. الشيخ محمود الازاز ابن عمك على طول. طبعا ابن عم شقيق. أكنه له كل الاحترام والتقدير. يعني عائلة قرآنية ما شاء الله. الحمد لله، واحنا عندنا مواهب كتير جدا في العائلة ما شاء الله. يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى حبى هذه العائلة بالأصوات الجميلة. يعني الشيخ محمود ابن عمك شقيق. الشيخ محمود ابن عمك شقيق. الشيخ محمود يشرفنا مرة كده في برنامج نغم الروح. يعني حاضر. الشيخ محمود من الشخصيات المحترمة جدا، وما بتأخرش عن أي حد يعني. أكيد طبعا. الله يخليك. طيب الشيخ محمود بقى كان نموذج ناجح بالنسبة لك، أثر فيك، ولا في نفس الوقت كان له رسائل مباشره ليك ودعم مباشر ليك عشان تنمي موهبتك؟ الشيخ محمود طبعا يعني شخصيه يعني اي انسان يتشرف بها في اي مكان طبعا. وانا كنت قبل ما اكون ان هو ابن عمي بعتبره اخويا الكبير طبعا. اي حاجه كنت بشوره فيها ما تاخرش عني في اي حاجه، وده طبعا يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى، وجعل بينا الحب. وانسان طبعا بيتمنى الخير للناس كلها، واصر ان انا امشي في الموهبه ديت، لان هو كان من الناس اللي اكتشفت عند الموهبه ديت بالصدفه كده، وسمع مني ايه وانا بقرا، فقال لي لا، لازم أن تستغل الموهبه ديت ولازم أن تنميها عشان دي موهبه ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك وهتسال عنها. بالظبط. حتى هو لو ما يعني لو ما واجهكش الطريق ده، انت لما بتشوف نموذج ناجح زي الشيخ محمود مثلا فبتتمنى ان انت تكون زيه او تبقى على نفس المنهج يعني. طبعا يعني في مشايخ كتير جدا يعني حضرت معاهم وقريت معاهم، وكانوا ما شاء الله عليهم يعني حاجه مشرفه جدا. وطبعا يعني حاجة يعني الإنسان بيشوف مشايخ كتير جدا وبيتعلم منهم، والحمد لله قريت مع مشايخ والحمد لله أثنوا عليا وشجعوني جدا لهذا المجال يعني. طيب أنت في القراءة بقى بتميل لطريقة الشيخ محمود ولا لك مدرسة تانية؟ والله هقول لحضرتك على حاجة، أحيانا بحكم الوراثة ممكن تلاقي نغمة الصوت متقاربة من بعضها أو الخامة الصوتية أو نفسها. تمام بالظبط. ولكن الشيخ محمود زي ما قلت لك أنا شرف ليا إن أنا أقرأ زيه. ماشي يعني دي مش عشان هو ابن عمي لا، ولكن هو فعلا صوته جميل، صوته يمتاز بالقوة ويمتاز بالشجن ويمتاز بالروحانيات العالية جدا، وأنا بحب أسمع له جدا. ولكن يعني مش عايز الناس أخش في محمل ويقول لك ده بقلد ابن عمه بالزبط. ما ينفعش. فكل واحد لازم بيتجه لمدرسة معينة يمشي عليها يعني بشخصيته. لكن أكيد في تقارب كبير جدا بينكم. طبعا يعني احيانا وخاصه في الشبه كمان يعني العيله كلها يعني ما شاء الله يعني في تشابه في الاشكال نفسها يعني. طيب على نهج بقى الشيخ محمود الازاز، لو نفتتح الحلقه ديت بتلاوة من الذكر الحكيم هتمتعنا بيه النهارده. عيني. حاضر ان شاء الله. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم، ما أجمل الآيات وما أجمل الصوت وما أجمل القارئ. الله يفتح عليك يا دكتور، يعني بصراحة من الأصوات الجميلة جدا جدا، وتحس الصوت فيه سكينة وطمأنينة. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يفتح عليك. الله يكرمك. خلنا بقى نروح للقارئ عبد الله محمود. أهلا بك يا شيخ عبد الله. يا سلام، حفظك. حضرتك كم سنة؟ 26 سنة. طيب عرفنا بنفسك أكتر بقى، بتدرس إيه أو أنت خريج إيه؟ أنا مواليد 94، بدرس كلية التجارة انتساب الزقازيق، حفظت القرآن في أولى إعدادي، يعني خلصت في أولى إعدادي. قرب المايك شوية منك. حفظت القرآن في أولى إعدادي، في داخل أولى إعدادي. يعني ختمت القرآن كامل وأنت في أولى إعدادي؟ أه. أنت أزهري ولا؟ لا أنا عام. أنت عام. طيب يعني القرآن له طبعًا أثر كبير معاك، وأكيد الأسرة في البداية كان لها دور معاك. أكيد طبعًا، هو كان الشيء الأساسي في البيت يعني. إخواتي حافظون القرآن، وليا أربع ليا ثلاث إخوات غيري يعني حافظون القرآن برضه، ختم القرآن برضه. ما شاء الله، يعني عائلة قرآنية برضه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يزيدك يا رب. طيب لو هنبدأ بقى الفقرة ديت، يعني ممكن تسمعنا آيات من الذكر الحكيم؟ ممكن تسمعنا إيه؟ تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرك كم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء ما
أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح لك يا شيخ عبد الله، يعني ما شاء الله من الأصوات الجميلة فعلا. الله يحفظك. خلونا ناخذ مداخلة من القارئ الشيخ محمود الأزاز. مكالمة معنا يا جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يمكن في البداية انا سعيد بل فخور بمداخلة حضرتك معنا النهاردة. لا انا لدي الشرف العظيم والله. ربنا يحفظك. وما شاء الله يعني مدرسة الشيخ محمود القزاز موجودة في كل مكان. النهاردة معنا الدكتور محمد عبد الوهاب القزاز، يعني موهبة من المواهب الجميلة فعلا. ربنا يبارك فيكم، واحنا بنشكركم على يعني انتوا بتنموا المواهب ديت وبتكتشفوها وبتصرفوها عندكم، يعني ده حاجة جميلة جدا يعني. ربنا يحفظك يا مولانا، يعني ده اقل ما يكون اللي يقدم لاهل القران الكريم. ربنا يعز سعادتك. دكتور محمد ده اخويا على فكره، ومن الحفظه المتقنين ما شاء الله عليه. ما شاء الله. ونسال ربنا ان يجعله من اهل القران ان شاء الله. اللهم امين. شيخ محمود يعني خلينا شيخ عبد الله اللهم امين، خلينا اسالك بس سؤال في البدايه، يعني شايف الفتره الاخيره وسائل الاعلام هل بتهتم بالشكل الكافي بالقراء والمنشدين خصوصا في الفتره الاخيره؟ والله هو بدا يبقى في حاجه زي كده. بدأت يعني الإعلام يتجه شوية للقراء والإنشاد والإبتهالات والحاجات دي، وبدأوا يعني في قنوات كتير، يعني ما كانتش الحاجة دي ظاهرة قبل كده، بس حاليا دلوقتي ما شاء الله بقى في اهتمام نوعا ما بالحاجة دي. طيب شيخ محمود، يعني حضرتك من القراء الكبار فعلا، لكن البعض بيبص للشيخ محمود الشيخ محمود القزاز إن هو سنه صغير شوية، فبعض الشباب ما بيكونش عارف بقى إزاي منهج القرآن الكريم أو إزاي يوصل إن هو يبقى قارئ معروف وله جمهور كبير. فحضرتك ما شاء الله يعني في سن صغير زي كده يعني وصلت لقاعده جماهيريه كبيره جدا، لو تبشر الشباب كده او تدي نصايح للشباب اللي لسه بادئ عايز يبقى قارئ او هو مشروع قارئ، تحب تنصحهم تقول لهم ايه؟ والله هو اولا واخيرا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثانيا طبعا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لابد القارئ ان يلتزم بالقراءه السليمه الصحيحه. تمام. اللي فرض ربنا قبل اي شيء. تمام. وان هو يكون من حفظ يعني من حفظ القران الكريم، وان هو يلتزم نهج الصالحين في القراءه ويخاف على كتاب ربنا في التلاوه. واكيد ربنا لما هو هيلتزم التقوى ديت ربنا هيبارك له وهيرفع قدره وشانه ان شاء الله. طبعا هو يعني زي ما حضرتك قلت اهم حاجه الاخلاص، اخلاص النيه في نعم. قراءه القران الكريم. تمام. طيب شيخ محمود لو انا مش هسكر على حضرتك، يعني لو تمتع جمهورنا النهارده كله جمهور برنامج نغم الروح بأيتين كده تفض علينا فيهم اكون شاكر جدا لحضرتك. والله انت على راس الفوق. طيب حاضر. ماشي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. بارك الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. ربنا يعافيك. يعني ما شاء الله بدون مكبرات وبدون صوتيات في التليفون كده صوت ما شاء الله ولا اروع. ربنا يزيدك يا رب ويحفظك. انا بشكرك شكرا جزيلا. شرف عظيم لنا المداخله الجميله ديت وربنا يجعل ده في ميزان حسناتكم ان شاء الله. اللهم امين. انا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ محمود الازاز، يعني بجد سعدنا جدا بمكالمه حضرتك معانا النهارده، ودينا وعد بقى تكون معانا في حلقه قادمه ان شاء الله. يشرفني يا فندم، يشرفني والله يا فندم ان شاء الله. يشرفني جدا، وسلامي للدكتور محمد وسلامي للشيخ عبد الله، وان شاء الله اصوات جميله وحاجه حلوه وان شاء الله له مستقبل كبير ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شرف. يعني ما شاء الله الشيخ محمود في التليفون، انا كنت متوقع ان الوضع غير كده، في التليفون بقى بدون مكبرات وبدون صوتيات، وما شاء الله ما فيش اجمل من كده. ما شاء الله يعني عارف في اي وقت يأدي. ما شاء الله. اه اتفضل امسك المايك. هو في اي وقت الشيخ محمود طبعا بيأدي ما شاء الله يعني عليه، وهو احب القران فاحبه القران. يعني عارف كان في مقطع للشيخ محمود من سوره البقره تحديدا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا. ده في سورة النساء. سورة النساء تمام. المقطع ده كان جميل جدا. جميل جدا وكان مؤثر طبعا. يعني هو ما شاء الله يعني هو ربنا حباه صوت يعني فيه شجن. يعني اللي بيسمعه كده يدخل القلب. هناك صوت يسمع ويحس. بالظبط. وصوت يسمع ولا يحس. هو صوته يسمع ويحس. هو أكيد اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. للقلب. نعم. وزي ما الشيخ قال إن إخلاص النية ده حاجة تانية طبعا. طبعا طبعا هي النية فوق كل شيء. القارئ محمد عبد الوهاب القزاز بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. يعني بجد اسعدتنا وامتعتنا. الله يبارك في سعادتك. وفقرة مميزة من برنامج نغم الروح النهارده. الله يخليك. شكرا. بشكر ايضا القارئ عبد الله محمود شكرا جزيلا. اسعدتونا وامتعتونا وان شاء الله لكم مستقبل في عالم القرآن الكريم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله قريب. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا. أهلا بحكم مرة تانية، والفقرة التانية والختامية من نغم الروح وأجمل الأصوات القرآنية التي عانقت القرآن الكريم ورتلته ترتيلا. الفقرة التانية معنا فيها مواهب، يعني مواهب شابة شوية لكن ما شاء الله أصوات ما فيش أجمل من كده. معنا القارئ فارس خالد صلاح الدين. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك كم سنة؟ 15 سنة. 15 سنة تمام. طيب ما شاء الله يعني واخد بقى زي القراء من البداية بقى. ان شاء الله. يعني انت اصلا بتنزل مناسبات او كده ولا انت لسه؟ ان شاء الله. ما شاء الله عليك. طيب معنا ايضا القارئ احمد ابراهيم التهامي. اهلا بك يا احمد، اتفضل امسك المايك. انت كم سنه يا احمد؟ 13 سنه. ما شاء الله عليك. قول لي بقى، حفظت القران الكريم وانت كنت كم سنه؟ انا بدات احفظ القران الكريم وانا عندي 6 سنين، وختمت القران الكريم وانا عندي 11 سنه. ما شاء الله، يعني في 5 سنين ختمت القران الكريم. ما شاء الله عليك. انت ازهري؟ أزهري. ما شاء الله. طيب بقى لو هنبدأ بقى الفقرة ديت مع الشيخ فارس خالد صلاح الدين، اتفضل امسك المايك. قول لي بقى في البداية دور الأسرة معاك كان ازاي؟ دور الأسرة، الوالد اكتشف الموهبة، وطبعا الوالدة طبعا قرب المايك شوية. الوالدة لما اكتشفت الموهبة قدموا لي عند شيخ، وهو شيخ الفاضل الشيخ أحمد عبده خليل، له كل الاحترام والتقدير، وشيخ الشيخ محب، إمام المسجد عندنا في المركز. هم اكتشفوا الموهبة، ورحت بدأت أتعلم المقامات وأحفظ القرآن وأحكام التجويد. والحمد لله بفضل الله حفظت القرآن وتعلمت جميع المقامات والأحكام برضو. طيب خلينا نروح لأحمد بقى، أحمد إبراهيم التهامي. يعني أنت ما شاء الله سنك صغير، تفضل امسك المايك. سنك صغير وما شاء الله برضو صوتك جميل جدا، أنا سمعتك قبل الهواء ما شاء الله حاجة جميلة جدا. قول لي بقى الأسرة دورها كان إزاي معاك؟ والله الأسرة لما اكتشفوا فيها الموهبة اتعاونوا معايا جدا،
ورحت ساعة ما شوف فيا الموهبة ودني الشيخ محمد رمضان، هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. حفظنا القرآن وخلصته، وبعدين ودوني للشيخ القاري الشيخ أحمد خاطر، علمنا المقامات الصوتية وأحكام التلاوة. ما شاء الله، أنا متشوق جدا أسمع صوتكم أنتوا الاثنين، لأن أنتوا الاثنين يعني بجد مواهب جميلة جدا. بس خلونا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل فقرتنا، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم قبل الفاصل إن فقرتنا التانية فقرة مميزة جدا، يعني خلونا نروح بقى للشيخ فارس. شيخ فارس أهلا بك مرة تانية، وهنبدأ بقى الفقرة ديت بآيات من الذكر الحكيم. هتمتعنا بإيه؟ هتمتعنا بإيه إن شاء الله؟ أقرأ إيه يعني؟ أه من سورة الأحزاب. ماشي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله
وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فارس وأنت فارس، الله يفتح عليك، ما شاء الله، يعني من أجمل الأصوات فعلا أنا سمعتها، وعجبني أن أنت يعني ملتزم بزي القراء، وفي نفس الوقت يعني الموضوع بالنسبة لك واخده جد جدا، مش مجرد هواية. يعني طموحك ايه الفترة اللي جاية بقى؟ ما طموح ان شاء الله ان انا ابقى قارئ قرآن. قارئ قرآن كريم. انا والحمد لله دخلت مسابقة في الانشاء في الابتهال تبع المعهد في الازهر عندنا يعني. وطلعت الاول على محافظة الشرقية في المسابقة. ما شاء الله ما شاء الله عليك. والطريق ان شاء الله قارئ. انا داخل قارئ بس انت بتفضل انك تكون قارئ اكثر من انك منشد او مبتهل؟ الافضل القارئ بالنسبة لي. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك استاذ محمد. خلينا بقى نروح الموهبة الصغيره الجميله اللي معانا النهارده، معانا احمد ابراهيم التهامي. يعني ما شاء الله انا سمعتك كم الهوا زي ما قلت قبل كده، ما شاء الله موهبه جميله جدا. على الهوا بقى هتمتعنا زي قبل الهوا ولا الدنيا احسن ان شاء الله؟ ماشي اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الله العظيم. الله يفتح عليك. قول لي انت في سنه كام بقى؟ انا في ثانيه. قرب المايك منك بس. انا في ثانيه اعدادي. بتطلع بقى في الاذاعه المدرسيه كده وبيكون في دور من المدرسه معاك او من المعهد معاك؟ اه. اكتر حد بقى في المدرسه بيشجعك مين؟ الاستاذ جميل فرج. حنف الاذاعه هو اللي بيقدم لي كل يوم. بيقدمك دايما. طيب بقى بالنسبه للاسره عندك بقى وبالتحديد والدك، والدك بيشجعك ازاي؟ بيدعمك ازاي؟ والدي بقى معاه المستحيل عشان يعلمني كل حاجه. وداني حفظت القران، وداني علمت المقامات. وان شاء الله يعني حلمي ابقى قارئ. ان شاء الله انت مشروع قارئ ان شاء الله يا احمد، وان شاء الله ربنا يوفقك. خلينا بقى نختم الفقره الجماليه ديت مع الشيخ فارس. انت قلت لي بقى خدت المركز الاول على مستوى الشرقيه في الابتهالات. طيب نختم بقى ابتهال كده لمده دقيقتين. ماشي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ يا أكرم الأكرمين يا رب. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت
الله يفتح عليك. ما شاء الله يعني في القرآن ما شاء الله في الابتهال أيضا يعني ما شاء الله خامة صوتية جيدة فعلا في القرآن وفي الابتهال. بشكرك شكرا جزيلا القارئ والمبتهل فارس خالد صلاح الدين شكرا جزيلا. وبشكر أيضا القارئ الصغير أحمد إبراهيم الطهامي شكرا جزيلا. ربنا يوفقكم إن شاء الله. طبعا لما نهتم بأولادنا في السن الصغير ده لما نهتم بالموهبة في السن الصغير ده أكيد بيبقى لها مستقبل مشرق إن شاء الله. بشكر حضراتكم لحسن وطيب المتابعة. بشكر كل فريق العمل اللي بيتعب معنا جدا. بشكر محمد عزة المخرج المحترم. بشكر نورة كرم رئيس تحرير. إلى أن ألقاكم تقبل بركة حياتي محمد عبد السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.